أهلا بكم إلى حلقة جديدة من مال وأعمال، نتابع فيها آخر التطورات الاقتصادية. معكم إنجي طاهر. الليلة سنحلل تحركات أسعار النفط في ظل هبوطه إلى مستويات دون 90 دولار للبرميل، وهذا سيكون مع ضيفنا مهند ياقوت المحلل الاقتصادي. أما الفقرة الرئيسية فسنتحدث فيها عن تغير خريطة الاستثمار العالمي في بيئة الاقتصاد المعلوماتي، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمات متلاحقة، وهذا سيكون مع ضيفنا تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات. لكن البداية دائما مع أبرز الأخبار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام الدولة الكبير بالصناعة ودعمها وتسهيل كل المعوقات التي تقابلها، مشددا على أنه يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وأنه سيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كل المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار. خلينا أقول لكم إن إحنا زيارتنا النهاردة الهدف منها إيه؟ الهدف منها إن إحنا نأكد إن إحنا مهتمين اهتمام كبير قوي قوي بالصناعة في مصر وبدعمها، وأيضا بتسهيل كل المعوقات أو المصاعب اللي ممكن تكون بتقابلها، لأن إحنا مش بعيد عن الواقع اللي إحنا موجودين فيه، واللي إحنا النموذجين اللي إحنا شفناهم من دلوقتي بالرخصة الذهبية هو ده مسار الدولة اتحركت فيه عشان تيسر ما أمكن من الإجراءات اللي بتتعمل، زي ما اتقال 26 موافقة وجهة ولاية بتتكلم، وده بياخد وقت كبير من المستثمرين في الوصول إلى إلى الإجراء العمل الحقيقي إن هو يطلع مشروعه ويتحرك فيه للنور. وأنا يمكن هنا كلامي لينا إحنا كدولة، إن إحنا جهات الولاية اللي بنتكلم عليها ديت، احنا كنا قلنا الكلام ده قبل كده وقلنا عايزين نعمل شباك الواحد وجهة ولاية، يعني تبقى الجهات الولاية تبقى موجودة في مكان واحد وتدي موافقة في مدة زمنية ما تزيدش عن 20 يوم او اقل لو امكن. واتكلمنا على ان احنا لو ممكن، مش ممكن بقى، ده الكلام ده احنا عملناه وقلنا ان احنا هنخش على مناطق بعينها ونجهزها ونديها الاشتراطات خالصة من جهات المختلفة بالكامل عشان المستثمرين ورجال الصناعة اللي عايزين يدخلوا يشتغلوا ما ياخدوش وقت كبير جدا في المسار او اللي هو يعني الاجراءات الادارية اللي بتتعمل في مثل هذا المجال. وابدى الرئيس السيسي استعداد الحكومة لتشجيع رجال الاعمال من اجل التوسع في اقامة المدارس المهنية لتخريج عمالة ماهرة ومدربة تكون لها فرص عمل حقيقية. واوضح الرئيس ان حجم القطاع الخاص في مصر كبير ويتجاوز 75% من حجم الاقتصاد المصري. اتكلمت برضه هنا يعني في المشروع الاولاني بتاع الفساد بتاع اتقال ان احنا في مدرسه هتطلع يعني هتدرب وكده، واحنا كنا قلنا رجال الاعمال احنا مستعدين من خلال المدارس الفنيه اللي موجوده، وفي رجال اعمال عملت كده، يعني في رجال اعمال عملت مدرسه وفي رجال اعمال استفادت من مدارس موجوده وعادت توظيفها لصالح انتاج وتدريب حاجتها من العمالة، ويعني علمتهم في المدارس ديت وخدتهم أو بتاخدهم بيشتغلوا عندها في المشروعات بتاعتهم. اللي أنا عايز أقوله هنا إن إحنا مستعدين نتوسع في هذا الأمر، وبنشجع رجال الأعمال على ده، على إن إحنا النهاردة إن يساهموا معنا. أنا هنا مش بتكلم في مساهمة مالية، أنا بتكلم يساهموا معنا في إن هو مسار إعداد وتأهيل خريج من المدرسة دي يكون عنده فرصة حقيقية سوق العمل. أنا بتكلم في النقطة ديت، مستعدين إحنا نتعاون معاكم في هذا الموضوع. يبقى إذا كنا بنتكلم على المنظومة الخاصة بالاستثمار من الأراضي وتخصيصها، من الرخص بتاع جهة الولاية وسرعة الانتهاء منها، من العمالة الماهرة المدربة اللي ممكن تبقى عندها مشاركة ناجحة في العمل اللي إحنا بنتكلم عليه ومدربة بشكل كويس، يتبقى مراكز البحوث والتطوير اللي موجوده في مصر، وهي سواء كانت في الجامعه او المراكز الاخرى كتير جدا جدا، ومهم قوي ان احنا نربطها مع رجال الاعمال والصناعه في مصر، لانها في النهايه ممكن توجد حلول لمشاكل او لنقاط محتاجه تطوير لو قدرنا نعمل تنسيق وربط بين مراكز البحوث ديت وما بين الصناعة اللي موجودة في مصر. أنا مش عايز أطول عليكم، لا
لكن انا كنا قلنا ان احنا خلال الفتره دي واللي جايه هنتوسع دكتور مصطفى في ان احنا نروح لمصانع كتير ومشروعات كثيره، رجال القطاع الخاص اشتغلوا وعملوها ونماذج ناجحه جميله، نحب ان احنا اولا نشجعها وثانيا نلقي الضوء عليها قدام الناس في مصر، لان كتير من الكلام اللي بيتقال محتاج ان احنا نؤكده. يا ترى رجال الصناعه او حجم القطاع الخاص في مصر كم من الاجمالي؟ 20%؟ 30%؟ 50%؟ انا عايز اقول لكم ده 70% ولا 75%، مش كده يا دكتور مصطفى؟ على عكس ما كتير من الناس يتصور الرقم غير كده، انا بتكلم على الاقل 75% من ده. كما اكد الرئيس السيسي ان الدوله تستهدف حجم تصدير يصل الى 100 مليار دولار، مشيرا الى انه رقم ليس بكبير بالنسبه لدوله يبلغ تعداد سكانها 104 ملايين نسمه. واشار الرئيس السيسي الى ان المؤتمر الاقتصادي الذي سينطلق الشهر المقبل يمثل فرصه للمستثمرين ورجال الاعمال لعرض الصعوبات التي تواجههم. انا اتصور ان اللي احنا شفناه النهارده النموذجين دول هم كويسين بس مش كفايه. اذا كنا بنتكلم على ان احنا بنستهدف 100 مليار دولار للتصدير، وبالمناسبه الرقم ده رقم مش كبير، 100 مليار دولار لدوله فيها 104 مليون انها تصدر ب 100 مليار، ده رقم مش كبير. وبالتالي احنا كدوله مع رجال الاعمال في مصر نحط ايدينا في ايدين بعض ونجتهد، وكل المعوقات اللي بتقابل بحق مستثمرينا ورجال الاعمال في مصر نحلها. ويمكن المؤتمر الاقتصادي يكون فرصه اللي احنا يعني هنطلق اجندته يا دكتور مصطفى في مش كده اول الشهر ده، ويعني في خلال الشهر الجاي هنكون بنتكلم في فعالياته. ارجو ان هو يدي فرصه للمستثمرين ورجال الاعمال ان هم يعرضوا بشكل او باخر المصاعب اللي بتقابلهم. وده مش يعني لما نيجي نعرض مشاكل موجوده بتقابل يعني مستثمر، ده مش عيب في الحكومه او في الدوله، احنا بنعرضه عشان نتصدى له ونحله عشان ما يبقاش فيه مشكله ابدا تعوق الاستثمار اللي احنا بنتكلم عليه. زي ما انتم شفتوا كل مشروع من دول هو عباره عن ايه؟ عباره عن دخل اضافي، مش للشركه اللي بتعمل، لا لكل انسان بيشتغل جوه المشروع. وده الهدف، ان احنا حجم العماله الكبير اللي في مصر واللي انا اتصور ان تكلفته مش كتير، يعني انا اقدر اقول ان العماله المصريه اجورها مقارنه باي دوله من دول العالم مش كتير. اكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اهميه قطاع السياحه في ضوء الجهود التي تقوم بها الحكومه حاليا لتوفير كافه سبل دفع هذا القطاع والذي يعد ركيزه اساسيه في دعم الاقتصاد المصري. وجاء ذلك خلال لقاء مدبولي اليوم وزير السياحة والآثار بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في 27 من سبتمبر من كل عام. وتطرق اللقاء لأهمية ملف رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وخاصة طلاب المدارس والشباب، وذلك في ضوء الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2021-2022 بنسبة 13% لتسجل ما قيمته 2,722,000,000 دولار مقابل 2,406,000,000 دولار خلال موسم 2020-2021. وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية زيادة الكميات المصدرة بنسبة 1.7% خلال الموسم التصديري الحالي 2021-2022 لتسجل 4,316,000 طن مقابل 4,241,000 طن خلال موسم 2020-2021. تعاقد البنك الأهلي المصري مع شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة بهدف إنشاء مركز اتصالات هاتفية خاص بالبنك الأهلي المصري بقلب صعيد مصر بمحافظة أسيوط.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن التعاقد يستهدف تقديم خدمة أفضل لعملاء البنك الحاليين أو المستهدفين من خلال تقليل الضغط على مركز الاتصالات الهاتفية الذي يتولى خدمة العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك تفعيلاً لمبدأ العميل محور اهتمام البنك. نلقي نظرة على البورصة المصرية حيث تباين أداء مؤشراتها بنهاية تعاملات اليوم، فتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة طفيفة في حدود 0.1% مسجلا 9817 نقطة. في المقابل ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 1% مسجلا 2268 نقطة. وكان الصعود في مؤشر EGX100 بنحو 1% مسجلا 3206 نقاط تقريبا. إذا ما انتقلنا للشأن العالمي، نجد ارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء بعد 4 جلسات من الخسائر. وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا تسليم أكتوبر بنسبة 10.3%. وقال رئيس منظمة شبكة الغاز الألمانية إن وضع السوق لا يزال غير مستقر، لكن بلاده والاتحاد الأوروبي لم يعودا معتمدين على الإمدادات الروسية والتي من المتوقع أن تنقطع رسمياً حتى 26 من أكتوبر. ارتفعت أرباح شركة غازبروم الروسية بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 52 مليار و540 مليون دولار، وذلك قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك. وارتفع متوسط سعر تصدير الغاز بأكثر من 3 مرات خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام. في ذات الملف، اقترحت روسيا على تحالف أوبك بلس خفض إنتاج النفط في الاجتماع المقبل بعد الهبوط القوي للأسعار في الفترة الماضية. وتخطط روسيا لخفض إمدادات النفط بنحو 1 مليون برميل يوميا في الاجتماع المقبل المقرر عقده في 5 من شهر أكتوبر المقبل. وتشهد أسعار النفط هبوطا ملحوظا في الأسابيع الماضية وسط مخاوف مرتبطة بالركود الاقتصادي العالمي مع صعود الدولار وسط استمرار رفع معدلات الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط وسط تزايد علامات التباطؤ الاقتصادي العالمي. ويتوقع البنك الأمريكي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، على أن يصل السعر إلى 108 دولارات في عام 2023. وأوضح البنك أن تخفيف القيود في الصين لن يزيد الطلب على النفط بقدر ما يزيل خطر كبير على التوازنات العالمية وتوقعات الأسعار. نذهب لأسواق الأسهم والسندات البريطانية التي فقدت 500 مليار دولار على الأقل من قيمتها السوقية الإجمالية منذ تولي ليز تراس منصب رئيسة وزراء بريطانيا. وعززت السياسات المالية الجديدة لحكومة تراس المخاوف بشأن ارتفاع التضخم والاقتراض في الوقت الذي تتزايد فيه أسعار الفائدة. ومنذ 5 سبتمبر الجاري فقد كل من مؤشر فوتسي 350 وفوتسي 100 وفوتسي 250 أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية. خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الصين إلى 2.8% هذا العام عن تقديراته السابقة التي تراوحت بين 4 و5%، مقارنة مع أكثر من 8% في العام الماضي. يذكر أن الصين حددت مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 5.5% هذا العام، وهو المستوى الأدنى في 3 عقود. ويأتي هذا بينما يتوقع البنك نمو بقية دول آسيا والمحيط الهادي باستثناء الصين بنسبة 5.3% في 2022، مرتفعا من 2.6% في العام الماضي. ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي مع هبوط أسعار الوقود وتحسن آفاق الوظائف والأجور. وكشفت بيانات مجلس المؤتمرات أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بلغ 108 نقاط في سبتمبر الجاري، مقارنة بتوقعات كانت تشير لتسجيل 104 نقاط.
وسجل المؤشر مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي ارتفاعا إلى 149.6 نقطة في الشهر الجاري، كما صعد مؤشر التوقعات المستقبلية إلى أكثر من 80 نقطة. أما عن مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة فقد ارتفعت بشكل مفاجئ في الشهر الماضي مع هبوط نسبي للأسعار. وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات الأمريكية أن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت إلى 685 ألف وحدة في أغسطس الماضي، بزيادة 28.18% عن المسجل في يوليو. وبحسب البيانات انخفض متوسط أسعار المنازل الجديدة إلى 436 ألف و800 دولار في أغسطس، لكنه لا يزال أعلى من المسجل في أغسطس 2021. بعد الفاصل لقاء مع مهند ياقوت المحلل الاقتصادي والحديث حول تحركات أسعار النفط، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعدما انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام الجاري الجلسة الماضية، حيث تحول تركيز المستثمرين نحو المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات في سوق الطاقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.22% ليصل عند مستوى $85.55 للبرميل، كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي بنحو 2.1% ليصل إلى $77.84 للبرميل. نتحدث أكثر عن تحركات أسعار النفط مع ضيفنا عبر سكايب مهند ياقوت المحلل الاقتصادي. أهلا مهند، يعني البداية، ما هي أسباب تراجع أسعار النفط خلال الفترة الحالية مع كل ما يشهده سوق النفط من أحداث؟ أهلا بك إنجي، أهلا بالسادة المشاهدين. طبعا تراجعات أسواق النفط خلال الفترة الحالية، إحنا بنتكلم على تراجعات من مستويات ال $130 للبرميل، ليها العديد من الأسباب، ولكن يمكن تلخيص هذه الأسباب في سببين رئيسيين جدا. رقم واحد، الحالة العامة من تشتيت العالمي للسياسات النقدية من كل تقريبا البنوك المركزية في العالم، ده بيجعل بمنتهى البساطة العالم كله بينتظر وجود في الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة. بنبدأ نشوف التقارير الاقتصادية والبيانات الاقتصادية بتشير إلى تراجع كبير جدا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من دولة، وبالتالي في تباطؤ بيحدث في الاقتصاد، وللأسف متوقع إن هو يستمر خلال الفترة المقبلة. تباطؤ في النمو او تباطؤ في الاقتصاد العالمي معناها بشكل رئيسي تراجع في الطلب على تقريبا معظم السلع والخدمات وعلى راسها النفط، وبالتالي التراجع الاقتصاد العالمي معناها ان احنا للاسف هنرى تراجع على اسعار النفط خلال الفترات الحاليه والفترات المقبله. سبب اخر طبعا هو من الجانب الصيني، ان احنا عندنا الصين الطلب على النفط من الصين لم يعد ابدا مثل قبل جائحة فيروس كورونا. احنا بنتكلم على مستويات قبل جائحة فيروس كورونا، الصين لسه الطلب على النفط عندها لم يعود الى تلك المستويات بسبب بسيط جدا، وهو الزيرو كوفيد بوليسي، او فكره ان هم سهل جدا وكل يوم او اثنين بنبدا نشوف اغلاقات لمقاطعه او مدينه صينيه بسبب ان هم لقوا حاله او حالتين. طبعا مؤخرا كانت مقاطعه تشينغدو الصينيه مقاطعه كبيره تم اغلاقها بالكامل، كل ده بيجعل الطلب الصيني على النفط طبعا في اقل مستوياته، وبالتالي برضه بيضغط على اسعار النفط خلال هذه الفتره. في بعض الاسباب الفرعيه منها طبعا الفدرالي الامريكي ورفع الفائده خصوصا على الدولار الامريكي، لان في النهايه النفط هو مقاوم بالدولار الامريكي، فكل ما الدولار الامريكي زاد في اسعاره او ارتفعت قيمته يبقى بالتالي ممكن نشوف بعض الضغوط السلبيه على اسعار النفط. فكل الاسباب دي للاسف بتضغط على اسعار النفط خلال الفتره الماضيه والفتره الحاليه، وبرغم تخفيض الانتاج من جانب اوبك بلس علشان يحاولوا شويه يدعموا الاسعار، ولكن لسه بنشوف مستويات اقل خلال الفتره الحاليه. طيب برايك ايه البدائل اللي اوروبا هتلجا لها لتوفير الغاز الطبيعي بدلا من روسيا في هذه الظروف؟ حاليا للاسف ما فيش بدائل كتير امام اوروبا ان هي تعوض الغاز الروسي.
الموضوع شوية لازم يكون على اللونج تيرم، لازم يكون في بنية تحتية وخطوط غاز وخطوط إمداد يعني علشان نعوض هذه المسألة. ولكن الجانب الأوروبي حاليا لجأ للحل على الأسهل، وهو فكرة إن هو ارتفاع المخزون من النفط والغاز المسال خلال الفترات الحالية علشان نعرف إن إحنا نواجه الشتاء القادم. طبعا في توقعات جدا كبيرة إن الشتاء هيكون شتاء أسود أو شتاء قارس زي ما بنقول في أوروبا خلال الفترة المقبلة، ولكن أوروبا كل التقارير اللي بتصدر منها خلال هذه الفترة إن هي خلاص نوعا ما المخزون النفطي ومخزون الغاز الطبيعي عندها نوعا ما قد يكفي خلال هذه الفترة. فالحلول كلها لسه حلول على الشورت تيرم، حلول إحنا بس عايزين نعدي قصيرة هذا المدى. العام وكده على الشتاء على قصيرة المدى، ولكن لسه بعد كده هنبدأ نشوف إيه هي الحلول الفعلية اللي لازم يتم اتخاذها على المدى البعيد علشان نعوض هذا النقص من النفط الروسي. في بعض التقارير بدأت تصدر إن في خطط تم وضعها، ولكن لسه على المدى البعيد جدا لعام 2050 و2000 يعني أكثر كمان من 2050 إن إحنا نعوض تماما استخدام النفط بالمصادر المتجددة من الطاقة، ولكن لسه مش على المدى القصير إطلاقا. صحيح. طيب إزاي خريطة أسواق النفط هتتغير فور دخول العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ؟ يعني بالطبع العقوبات كان ليها أثر سواء على روسيا وعلى أوروبا شخصيا، هيكون إيه التأثير؟ فور دخول العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ، وده هيكون يوم 5 ديسمبر المقبل، في 2 مليون برميل بيتم إنتاجهم بشكل يومي أو بيتم تصديرهم بشكل يومي من روسيا إلى أوروبا سيتم التوقف عنهم تماما. يعني الصادرات الروسية من النفط هتقل من 5 مليون برميل يوميا إلى 3 مليون برميل يوميا فقط. لازم روسيا، وده بالفعل بدأ يحدث، بدأت تدور شوية على أسواق أخرى إن هي تقوم ببيع هذا النفط ليها. بدأنا نتجه شوية ناحية الشرق، بدأنا نبص للصين والهند وتركيا، الدول اللي هي مش هتكون جانب من المقاطعة، ولكن برضو الموضوع مش في منتهى البساطة. برضو الصين وبرضو الهند عندهم عقود طويلة المدى مع موردين آخرين زي طبعا السعودية والإمارات العربية المتحدة، فروسيا عندها شوية مشكلة إن هي تقوم ببيع هذه الواردات أو الصادرات النفطية لدول أخرى. وبرضو عندنا بعض المشاكل زي مثلا خط الإمداد الخاص بدروشبا اللي هو في دول في أوروبا زي سلوفاكيا والمجر والتشيك لسه سيستمروا في شراء النفط من روسيا، ولكن في دول أخرى زي ألمانيا وبولندا ستمتنع عن الشراء. طب روسيا هتعمل إيه في هذا الخط؟ طبعا زيادة التكلفة جدا على روسيا إن هي تقوم ببيع هذه الصادرات لدول أخرى. وأعلنت إنه كل كان في محاولات لاستهداف خط تيرك ستريم وإنه روسيا أفشلت هذه المحاولات، ولكن طبعا يعني إحنا مش عارفين إلى أي مدى يمكن إحباط كل المحاولات القادمة على هذا الخط كمان. طيب النهاردة شاهدنا ارتفاع في أسعار الغاز بأوروبا بنحو 10%، طبعا مع اقتراب فصل الشتاء زي ما ذكرت، هل بتتوقع مزيد من الارتفاعات في أسعار الغاز خلال الفترة المقبلة؟ الارتفاعات قد تكون ممكنة جدا، ولكن طبعا مش كل يوم هنلاقي ارتفاع ب 10%. النهارده الارتفاع ده حدث بعد تقارير عن وجود تسرب في الخط الثاني لنورد ستريم، وبدأنا نشوف بعض الاتهامات ان ده قد يكون بفعل فعل، ولكن في ارتفاع في اسعار الغاز واسعار النفط خلال الفترة المقبلة في اوروبا، وكل ما بنقرب اكتر للمقاطعة اعتقد ان الاتجاه هيكون لاعلى. صعب جدا نشوف هبوط في اسعار الغاز الطبيعي او النفط الاوروبي خلال هذه الفترة، ولكن ايه الحل اللي احنا ممكن قد نراه من الجانب الاوروبي للسيطره شويه على هذه الاسعار؟ بالظبط، طبعا لكبح احنا جناح عارفين هذه الاسعار اوروبا خاصه وهي المحرك الرئيسي للتضخم في هذه الازمه. بالظبط، المحرك الرئيسي للتضخم في اوروبا هي اسعار الغاز. طيب من جانب البنك المركزي الاوروبي بيحاول ان هو يقوم برفع الفائده للسيطره على التضخم، ولكن لسه مش عارفين نسيطر على التضخم الناتج عن ارتفاع اسعار النفط والطاقه. ايه اللي ممكن يحدث؟ قد نرى، ده توقعي الشخصي، قد نرى قريبا ان احنا نشوف مبادره من جانب الاتحاد الاوروبي زي ما قامت بها رئيسه الوزراء البريطانيه ليز تراس ان هي شويه تقدم دعم للاسر والشركات والمصانع ان هي تقوم بتخفيض تكلفه الطاقه فقط او الكهرباء فقط. يعني ممكن نشوف دعم من الجانب الاوروبي علشان بس نسيطر على هذه الفكره. طبعا ساعتها هنشوف التضخم الاوروبي في هبوط، او يعني نقدر نقول ان قد يمكن السيطرة على التضخم في حالة وجود هذا الأوبشن، ولكن لسه يعني هي كلها مفاوضات، لسه ما فيش حاجة تم اتخاذها.
طيب التأثيرات اللي هتكون لصعود الائتلاف الثلاثي في إيطاليا، سالفيني وبرلسكوني وميلوني، وإحنا يعني عارفين مواقف هذا الائتلاف من الاتحاد الأوروبي بشكل عام ومن العقوبات على روسيا بشكل خاص، تأثيرات ده على أسواق الطاقة هتكون إيه، خاصة وإنه كان في تصريحات من هذا الائتلاف يمكن من سالفيني حول إنه إيطاليا هتطالب الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي بأنه يدفع لها الفارق بعد ما كانت بتستورد طاقة ب 45 مليار بقت ب 100 مليار، ده هيأثر إزاي؟ والله خلال الفترة الحالية أي أخبار للأسف سلبية من الجانب الأوروبي بتؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، يعني حتى لو في أي أخبار إيجابية مش بيكون ليها مردود على أسعار الطاقة زي ما بنشوف تسعير لأي أخبار سلبية أكبر من الجانب الأوروبي. فهذه المعضلة أعتقد إن هي خلال الفترة الحالية لسه ما بدأتش تأثر على الأسعار، ولكن خلال الفترة المقبلة قد نرى ارتفاع في أسعار الطاقة. مهند ياقوت المحلل الاقتصادي، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التحليلات. بعد الفاصل لقاء مع تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات حول تأثر الاقتصاد المعلوماتي بالأزمات العالمية، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. مع تعقب الأزمات على الاقتصاد العالمي منيت بعض القطاعات بخسائر كبيرة، وفي المقابل حققت قطاعات أخرى أرباحا كبيرة، وفي عام كورونا تحديدا كان قطاع تكنولوجيا المعلومات هو الأكثر استفادة من هذه الأزمة. ولكن طبعا مع تعاقب الأزمات العالمية كيف يتغير الاستثمار العالمي في بيئة الاقتصاد المعلوماتي؟ يجاوبنا على هذا السؤال الأستاذ تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات. أهلا أستاذ تامر. أهلا بك هندسة. أهلا بحضرتك. العالم بقاله سنتين أو أكثر مشغول بجائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الأسواق الناشئة وما إلى ذلك. لأي مدى ده أثر على اهتمام العالم بالثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والاستثمار في قطاع التكنولوجيا بشكل عام؟ الفترة اللي بتتكلمي عليها هو حصل فيها نمو وزيادة كبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وبالأخص القطاعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء و يعني الأثر كان إيجابي. المدفوعات الإلكترونية بالضبط، لأن احنا النهاردة بنتكلم عن يعني أثناء أزمة كورونا، لولا تكنولوجيا المعلومات ما كانش العالم قدر يسستين أو يحافظ على استمرارية إن هو الحياة بشكل منطقي، ويحافظ على نمو يعني نسب النمو سواء كانت قليلة أو قلت شوية، بس مش بأرقام تعمل مشاكل. احنا اتكلمنا في أثناء جائحة كورونا عن عمل عن بعد وعن تعليم عن بعد وعن شراء عن بعد وعن صحة عن بعد، يعني احنا في الفترة اللي كانت الناس بتتخوف الذهاب فيها إلى المستشفيات كان التلي ميديسن أو الإنترنت ميديسن هو اللي كان بيقوم بهذه المشكلة، ليلتقي الأطباء ومرضاهم من خلال بعملية متباعدة يعني. فالكلام ده كله هو اللي خلى النمو يزيد، خلى النهاردة شركات كتيرة بعد جائحة كورونا ما رجعتش فعليا بنسبة 100% في مقراتها، لقت ان وجود الموظفين والعاملين في منازلهم والعمل أوفر أريح للموظف. صحيح. بقينا بنتكلم النهاردة على النظام المزيج بين أنه هو بيروح يومين الشغل وثلاث أيام تانيين في البيت، علشان برضو ما يفقدوش الجزئية الخاصة بجماعية العمل والعمل في خلال من خلال جماعة متعاونة يعني. طيب فكرة الاستثمارات الموجهة لقطاع التكنولوجيا بشكل عام تحركاتها كانت إيه في الفترة الأخيرة؟ طيب احنا بنتكلم تقريبا لو اتكلمنا على حجم انفاق الحكومات على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خلال اخر 3 اعوام، احنا بنتكلم في زيادة لا تقل عن من 6-12% حسب الدول المختلفة. احنا بنتكلم في عام 2021 تم انفاق 500 مليار دولار على الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طب ايه كانت ابرز الدول اللي كان فيها يمكن الطفره او النصيب الاكبر؟ الدول العالم الاول، وثم ياتي منها لو اتكلمنا على الدول الناشئه كانت مصر من اكثر الدول التي انفقت
في الاستثمارات الحكومية في مجال تكنولوجيا المعلومات. لو رحنا انتقلنا إلى حجم الاستثمارات اللي تم ضخها في شركات المعلومات سواء في شركات ناشئة أو في شركات اوريدي موجودة قائمة على الأرض، احنا بنتكلم فيما يقرب من 700 مليار دولار بزيادة 100% عن عام 2019. فبنتكلم ان التوجه رايح كله في هذا الاتجاه. الشركات الشركات استفادت سواء من خلال زيادة الانفاق الحكومي على مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الخاصة بالاتصالات، او من خلال ضخ المستثمرين لأموال بنتكلم على مضاعفة تصل الى 100% في استثماراتهم داخل الشركات الناشئة. طيب أبرز القطاعات اللي كانت بتتركز فيها الاستثمارات دي، يعني هل مثلا الفينتك كان هو اللي نصيب الأسد؟ الفينتك بالضبط، الفينتك كان أكبر القطاعات اللي حصلت على حجم استثمارات ضخم جدا سواء في مصر أو على مستوى العالم، يلي الصناعة لأن هي برضو من ضمن الأزمات اللي حصلت لنا في أثناء كورونا وتصادف بداية ظهورها أو بداية تأثيرها مع الأزمة الأوكرانية الروسية هي مجالات الصناعة. احنا بنتكلم على مصانع الرقائق الإلكترونية طبعاً. اللي توقفت تماما أثناء كورونا، عملت عجز كبير جدا في سلاسل الإمداد الخاصة بكافة الصناعات المرتبطة بأي حاجة إلكترونية. فكان يجي بعد الفينتك على طول الجزء الخاص بالصناعة والمصانع بقى على اختلاف مستوياتها بدءا من المصانع الصغيرة وصولا بالمصانع الضخمة. طيب في ظل الأزمة الاقتصادية اللي بيمر بها العالم دلوقتي، هل العالم هيكون مستعد لكل التطور اللي هيحتاجه قطاع التكنولوجيا بشكل عام في السنوات القادمة؟ هو الاتجاه كله رايح للنهارده للجزئيه ديت الكلام، حتى رغم كل الضغوط الاقتصاديه على الاقتصاد، لان هو العالم كله شايف ان المنفذ او الملجا ليه للخروج من هذا الموضوع التوجه الى التكنولوجيا عموما بقى، سواء تكنولوجيا تصنيع او تكنولوجيا معلومات او تكنولوجيا اتصالات. لان النهارده احنا بنتكلم على احنا عايزين نضاعف انتاج، عايزين نزود من جوده الانتاج، ده مش هيتم الا من خلال تفعيل وتمكين التكنولوجيا عموما على كافه على مختلف انواعها بقى، سواء تكنولوجيا معلومات او اتصالات، تكنولوجيا تخص الصناعه، انترنت الاشياء، الذكاء الاصطناعي الى اخره من التكنولوجيات. طيب استاذ تامر، الشركات الناشئه اغلبها مهتمه بالتكنولوجيا وبهذا القطاع تحديدا، في الوضع العالمي الراهن كان التاثير ايه على هذه الفئه بالذات من الشركات؟ الفئه ديت خلينا نتكلم على نقسمهم نصين. في شركات احنا بنلاقي كل الشركات الناشئه في الاغلب بتكون قائمه على فكره تكنولوجيه علشان تبقى جاذبه للاستثمار. هو دايما اللي بيستثمر بيتكلم على شركه هتحقق ربح وقائمه على التكنولوجيا وفيها ستابيليتي. خلينا نقسم بقى الشركات الناشئه ديت لجزئين، جزء كان فعليا بيدور على او الهدف الاساسي قدامه واضح هدف الربحيه ودول استفادوا جدا وما تأثروش بالأزمة اللي حصلت، والجزء الثاني من الشركات اللي كانت بتتكلم فقط على النمو، ان هو يحقق نمو يحقق انتشار بغض النظر عن الجزئية بتاعت الربحية، هي دي اللي تأثرت وتأثرت تأثر شديد جدا. في شركات اضطرت تقفل، في شركات انهارت أسهمها الى ما يقرب من 85% من ثمن الأسهم. فالشركات اللي كانت مبدية من البداية حاطة صوب عينها الربحية وتحقيق الربحية حققت هدفها، وكان معظمها في الفينتك ولا معظمها في التكنولوجيات المختلفة، وكان في الأغلب منهم الحاجات الخاصة بالتجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني. دول حققوا حتى لما تأخرت عليهم التمويلات المستهدفة قدر يكمل. الشركات اللي كانت بتبص بس على النمو وانس ان التمويل المستهدف بالنسبه له تاخر او تعطل فحصلت عنده تعطل. ازمه وحصلت عنده ازمه كبيره. طب والحلول ايه في التوقيت ده لهذه النوعيه من الشركات؟ هو اساسا التوجه دوت توجه للاسف هو توجه خاطئ، لان هو مع اي هزه للشركه وده وارد في اي في جميع مجتمعات الاعمال ان يحصل ما هو غير متوقع. فهو الأسلم والأفضل، والنهاردة
الكلام ده قالوه كل المتخصصين في مجال التمويل والاستثمارات الخاصة بالشركات الناشئة، إن النهاردة المستثمر بقى فعليا بيبص أكتر على الاستدامة بتاعت الشركة، الاستابيليتي أو الاستقرار بتاع الشركة، مستويات تحقيق الأرباح بالنسبة له، ومبقاش مهتم قوي بقصة التوسع والجروس والكلام دوت. إحنا يعني كان وصل كده مسمى في الشركات اللي كانت بتبص بس على الجروس، اللي هو البيرنينج ماني ريت، اللي هو انت حرق الفلوس. بتحرق الفلوس في قد ايه علشان تاخد الاستثمار اللي بعده. كل ما هو كان شركته قائمه على هذا التوجه ما اظنش ان هو هيقدر يكمل. طيب دلوقتي العالم كله في اختيار صعب شويه، يعني السيطره على التضخم ولا دفع النمو، وعلى ما يبدو ان البنوك المركزيه العالميه توجهت اكتر او فضلت كبح التضخم على حساب النمو. هنا السؤال، هل يمكن للتكنولوجيا انها تسرع من وتيره النمو وتوفير مزيد من فرص العمل وسط كل الضغوط اللي بيواجهها الاقتصاد؟ التكنولوجيا هتسرع يعني هنروح للحته بتاعت النمو، تقدر تساعد في زياده الانتاج، في جوده الانتاج، في توسيع عمليات التوزيع، لكن الجزئية الأخرى الخاصة بتوفير الوظائف، احنا لو ضربنا المثال في مصر احنا عندنا عجز كبير جدا في الوظائف الخاصة بتكنولوجيا المعلومات. ما فيش حد بيبقى من 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 المبرمجين او العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بيبقى قاعد في البيت. وايه السبب في السبب في لان احنا جودة العمالة المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات عالية، فعليها إقبال كبير جدا من الدول الخارجية، أمريكا وأوروبا ودول الخليج، فدائما مصر مصدرة. وفعلا في السنوات الأخيرة كان في إقبال حتى من الطلبة في الجامعات على هذا القطاع تحديدا من الدراسة. بالضبط، احنا بنتكلم لو بصينا على نتائج التنسيق العام السنة دي والسنة اللي فاتت، هنلاقي ان بعض كليات الحاسبات والمعلومات مجموعها الحد الأدنى بتاعه فاق كليات الهندسة. طيب لو هنتكلم عن كونسبت الرقمنة يا أستاذ تامر، وفي الحقيقة الدولة المصرية تحديدا في هذا المجال بتمشي بخطى حثيثة جدا، ومش بس الدولة المصرية، يعني احنا لاحظنا زي ما حضرتك ذكرت في الأول انه العالم كله بعد جائحة كورونا بدأ يتجه أكثر إلى مسألة الرقمنة. الإيجابيات اللي ممكن تعود من الاقتصاد العالمي، من الرقمنة على الاقتصاد العالمي، بتكون ايه في المرحلة دي؟ الرقمنة، زيادة الرقمنة في كل على مستوى الدول كلها المختلفة، هو بيوسع حجم التعاون وحجم التبادل المعلومات وتبادل العمل والتبادل التجاري والتبادل جميع انواع التبادل الممكنة بين الدول المختلفة، بيوفر في تكاليف كبيرة جدا. فمع توجه الرقمنة هو حجم السوق بالنسبة للدول، وتحديدا الدول الناشئة اللي عندها توجه للصناعة أو عندها المنتجات الزراعية عالية، وسعت لها القاعدة التسويقية بتاعتها. على الوضع الآخر مع الأزمات اللي حاصلة في أوروبا في الغذاء وفي الماء، خلاص احنا بنتكلم في يعني تحقيقا لقصة ان العالم هو قرية صغيرة، هو مش هيحقق المسمى دوت الا التوسع في عمليات الرقمنة. استاذ تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لك. في الختام مشاهدينا بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، كنت معكم انا انجي طاهر من مال واعمال، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم بامان الله.